القاهرة تحية رائعة لكل المشاهدين وبداية سنة جديدة، ويا رب كل الخير والسعادة لكل المشاهدين والمصر يا رب إن شاء الله. ولما أصحاب الاحتياجات الخاصة بيتحدوا ظروفهم الصعبة كلنا بنحتفي بيهم وبنحطهم على رأسنا، ولما بنلاقي شخص معاق وبيشتغل في مهنة صعبة كلنا بنقدره وبنحترم تجربته لأنه إنسان من حقه يعيش ويشتغل. لكن هل ينفع إن شخص بقدم أو ساق مفتورة يشتغل سواء نقل تقيل أو ميكروباص أو حتى توك توك؟ نعم نعم، يحدث في مصر. من وجهة نظر السائقين ده أكل عيش وفرصة عمل في وقت صعب. هم لا يعبؤون بالمصير المجهول على الطريق لهم ولمن خلفهم في سيارة الأجرة أو للسيارات المدخمة لعربة النقل الثقيلة التي يقودونها. كل ما يشغلهم طوال الطريق هو لقمة العيش اللي خرجوا لجمعها بعدما أضنتهم ظروف الحياة الصعبة وأتعبهم البحث عن فرصة عمل طلباً للرزق. لكن في نفس الوقت ده مخالف للقانون وبيعرض حياة الآخرين للخطر. هل ممكن يكون مقبول تحت أي ظرف أو مبررات؟ والسؤال، هل ده نوع من الاستهتار والاستخفاف بحياتهم وحياة الآخرين، ولا دي طبيعة الشخصية المصرية ونظرية خليها على الله وما يصيبك غير نصيبك؟ السؤال الأخطر هو احنا ليه بنستخف بالقوانين نفسها؟ ولماذا يتلذذ البعض منا بتكسيرها والخروج عليها؟ لماذا يعتبر أن الالتزام بالتعليمات العامة شيئا لا يليق إلا بالضعفاء وقليل الحيلة؟ هل الفوضى أصبحت للأبد السمة الأساسية للحياة في مصر؟ هل الاستهتار بأرواح الناس هو القانون السائد الآن وعلى المتضرر يشرب من البحر؟ لماذا خرج النظام من حياتنا ولم يعد مصطحبا معه الذوق والاحترام ومراعاة شعور الآخرين؟ تساؤلات حائرة نطرحها بعد الفاصل من خلال نماذج صارخة لمخالفة القانون. صحيح في فرق بين القانون وروح القانون، لكن لازم نسأل ونحقق ليس من باب جلد الذات وإنما كنوع من النقد الذاتي، لعل وعسى نغير شيئا في واقع خانق لا يرحم. بعد شوية عندنا تفاصيل واستفهامات، نشوفكم بعد شوية. أهلا بيكم ويا رب سنة سعيدة عليكم وعلى مصر إن شاء الله. لما بيفقد حد فينا أحد أطرافه بنحس فورا بالتعاطف معاه. لما بيرفض الاستسلام ويحقق إنجازات تعاطفنا بيتحول لإعجاب وتشجيع وشابوه. لكن لو الإنجاز بتاعه بيتحول لنوع الناس تشوفه فهلوة بيشكل خطر على أرواح الآخرين، يبقى الحكاية بالتأكيد فيها إن. وبرحب بسيد مشاعل. السيد مشاعل؟ لا، السيد مشعال. مشعال مشعال ان شاء الله تبقى عال العال. الله يبارك. ومحمود سعيد. اهلا يا محمود واهلا يا سيد. السيد، الاعاقه عندك في الرجلين الاثنين؟ في رجليك الاثنين عندك. ايه بقى جات لك الاعاقه دي من امتى؟ لا، دي شلل من الصغر، من وانت صغير. انا مولود سليم بس جاتني زي سخونيه كده. طبعا زمان ما كانش فيه استهمام او طب متقدم. المهم سابوني، جاني شلل. ايه؟ شلل نصف اتنين. بس الحمد لله رب العالمين دلوقتي ايه مع العلاج، وعملوا عمليتين، قطعوا العرق هنا وعرق هنا وعرق هنا وعرق هنا، والحمد لله رب العالمين. بقيت واحده دلوقتي بحمل عليها والثانيه بدوس عليها صوابع رجليه. بس الحمد لله رب العالمين، ما دام لقي ايه اقدر اسعى لقمه العيش واوكل نفسي واوكل عيالي،
الحمد لله. ربنا يديك يا سيد ويكرمك ويعملك احلى تعويض في الدنيا. الحمد لله. انا عايزه اقول لك اتفضل. يعني انت رجليك الاثنين فيهم مشكله، ربنا يشفيك ويعافيك. الحمد لله. اتعلمت سواقه ازاي؟ والله اتعلمت السواقه من فتره 5 أو 6 سنين بالظبط. قدمت على التضامن الاجتماعي، بعتوا لي مكنه ماشي، وكان معايا ابن اخويا سواق، المهم علمني بيها ساعة أقع ساعة أقوم واتعلمت يعني الحمد لله. يعني علمك على سيارة مجهزة لذوي الاحتياجات؟ لا، علمني على موتوسيكل دراجة بخارية. دراجة بخارية؟ دراجة بخارية، وما تفرقش من الدراجة للتوك توك. ما كله استعمالك كله في الإيد. كله في الإيد؟ مفيش الرجل؟ لا، ما الرجل ملغية خالص. في التكاتك او الدراجات البخاريه المجهزه بتلغي النص التحتاني النهائي. يعني انت في سواقتك للتوك توك مش محتاج رجليك خالص؟ لا، ما فيش غير الفرامل. طب بتعمل ايه في الفرامل؟ مع الفرامل لو مؤاخذه في الكلمه، انا احملها عصايه عند الفرامل، بدل ما احمل برجلي بحملها بيدي. طب وانت بتقدر تتحكم في الحكايه دي يعني؟ تتحكم فيها؟ ما التحكم كله في اعصابك. انا عندي العصب فوق في ايديا، عصب شديد. يعني هو التوك توك مش مجهز لكده، لكن انت بتستخدم العصايه اللي هو انت بتحاول توجد صيغه علشان تعرف تسوق التوك توك. ايوه يا فندم، ما التوك توك فيه فرامل رجلين تحت ماشي، والغيارات مع الدبرياش فوق. انا ببقى ماسك الدبرياش مع الغيارات والفرامل، انا عاملها عصايه، بدل ما ادوس برجلي لا بحملها بيدي، بيدي اليمين. في مهنه اسهل من قصه السواقه دي؟ والله يا فندم انا دخت 7 دخات، ومن ساعه ما خلصت التعليم كنت معاك ايه؟ انا معايا دبلوم زراعه مع حفاظه السوهاج. خلصت التعليم ورحت قدمت، المهم جريت على الورق، جاتني المهنه بتاعتي مشرف في نشاط زراعي. وبعد كده في 98 اصدر قرار رئيس الوزراء، كان على ايامها السيد الدكتور جنزوري، بوقف التعيينات. لفيت كتير ما لقيتش فايده، رحت جاي على مصر، جيت اتقلب شمال يمين شمال يمين لغايه ما عثرت في الشغلانه بتاعت البوسطه دي. جبت ترابيزه وقعدت قدام البوسطه كاتب، والحمد لله كونت نفسي وجوزت نفسي بنفسي والحمد لله رب العالمين. وجبت حته التوك توك ده، واحد عندنا في الشارع جايبه اشتغلت عليه. طب انت سيد، لو لقيت واحد بيسوق توك توك او عربيه او اي مواصله يعني، وحالته كده زي حالتك، رجليه فيها مشكله، تركب معاه؟ ايوه تركب معاه، ما تخافش. لا اله الا الله، الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى. الاعمار بيد الله ونعم بالله. ولكن هجيلك عند ولكن دي، خلينا اسال محمود، انت بتسوق ميكروباص؟ بسوق ميكروباص بصراحه، عملت الحادثه ديت برضه. انت العاقه اللي عندك فين بقى؟ الشريان الشمال، لابس جهاز. لابس جهاز؟ اه. ايه اللي حصل لك؟ كان عندنا بيت وبتاع وبعناه، وجبنا عربيه ميكروباص، وعملت بقى حادثه، بقت عملت لي بتر في رجلي. برضه ساعات بسوق برضه ميكروباص، ولما بتعب من الميكروباص. دي اليمين ولا الشمال؟ لا دي الشمال، رجليا الشمال. ساعات برضه ما بتعب من الميكروباص، تحملي كله على الدبرياش حسب بقى رجليا، يعني في ممكن يطلع لي حبايه ولا حاجه في رجليا، ما اقدرش احط الجهاز في رجلي. بغصب عني بشتغل، مثلا بركب توك توك، بركب اي حاجه، برضه بجيب اكل عيشي. ليه؟ احنا ما خدناش نقول لحد يدينا، احنا خدنا اللي احنا بنشتغل، وانا فيها صحه الحمد لله. هو انت معاك رخصه؟ يعني انت بحالتك دي معاك رخصه؟ معايا رخصه سعادتك. ازاي؟ معايا رخصة. يعني الرخصة اللي معاك دي قانوني ولا؟ لا قانوني، سعادتك من المرور، ومعايا جايب لهم شهادة وجايبها من المرور. يعني برغب الأطراف الصناعية دي وخدت الرخصة؟ الأطراف الصناعية ولا دي كانت قديمة؟ لا جديدة سعادتك، بعد الحادثة. أنا حسيت لقيت 2005، في 2005 يعني المرور بيدي رخصة؟ يديلك رخصة. إزاي؟ ما هو في معوقين وجايبين عربيات مجهزة. ايوه بس انت ما بتسوقش عربيات مجهزه. لا انا بسوق اي عربيات، اللي انا اصلا قبل الحادثه وانا كنت سواق ميكروباص. تمام، بس بعد الحادثه؟ بعد الحادثه برضو بسوق اي حاجه. ايوه بس هم مدين لك الرخصه عشان عربيه مجهزه.
وانت ما بتسوقش عربيه مجهزه؟ اكل عيشي بقى، ما فيش عربيه مجهزه، اعمل ايه؟ اقعد في البيت ولا اقعد على رصيف اقول لله؟ حد وقفك في لجنه في كمين؟ والله ما بيوقفوني برضو، يعني في عندهم الرحمه شويه، يعني عندهم الرحمه شويه، في اللي بيقابلني عنده الرحمه شويه، بيقابلني بيقول لي انت مالكش تسوق مثلا كذا، اقول له سعادتك طب انا راجل عاجز وعاوز اكل عيش، اعمل ايه؟ يعني بيمشيك بتسعب عليه؟ في اللي بيمشيني في اللي بيمشيني بيصعب عليا، انا عاوز حاجه اشتغل بيها ما اصعبش على حد، ابقى زي السليم عشان ما احسش بنسبه العجز. اللي عندنا ممكن لو واحد عطف علينا او حاسين ان احنا وبعتف علينا بيجرحنا، يعني بيجرحنا. ليه؟ احنا لو انا سليم مش هيديني كده. ايوه بس انت يعني مش شايف ان انت بتشتغل مهنه انت صعب ان انت تشتغلها؟ هي صعب، بس الاصعب منها اللي انا لو قلت لك اديني وقعدت على رصيف وقلت لك اديني. ده حقيقي. طب انت متحكم في العربيه دلوقتي زي ما كنت سليم؟ لا. طب الناس اللي بتركب معاك بتركب معاك وهي عارفه ان انت عندك اصابه؟ عارفين ان انا عندي اصابه، بس انا برضو ما بيقلقوش. الاصابه دي خلتني درست حاجات كتير. درست اللي انا مثلا ابقى ماشي ابقى عامل حسابي لاي حاجه، لاي حاجه تقابلني ابقى مثلا ممكن على جنب معين، مش شرط اللي انا جنب مع العربيات. انت ممكن تبقى عامل حسابك، لكن انا لو انا بركب معاك ما خافش ما قلقش؟ يعني الناس بتركب معاك كده عادي ولا ما هو الناس بيترددوا؟ لا اللي بيركب معايا، يعني حضرتك ركبتي معايا مثلا مره لقيتيني مثلا ماشي عائل، مش ماشي مثلا عائل شاب بقى وبتاع وبيلعب وبيغامر في العربيات. لا انت منطقتك فين؟ عزبه خير الله. عزبه خير الله تبع البستين. منين لفين يعني طريقك؟ من السيده عائشه لغايه العزبه عندنا. من السيده عائشه؟ طيب ده مسافه كبيره. لا مسافه قليله برضه مش كبيره، يعني اعتبر منطقتين، الامام وبعد الامام السيده عائشه. بس انا حاليا يعني اوقات برضو اكتريت وقتي كله ببقى راكب توك توك. ليه؟ بالنسبه لرجليا ساعات بيبقى فيها حبايه او بتاع او تعباني او العظم تعبني، ما اقدرش ان انا ايه طب انت اتحمل بيها كتير. لو انت رايح مشوار ما معكش ولا الميكروباص ولا التوك توك، تمام، ولقيت حد زي عم سيد او عم سيد او اي حد زيه، تركب معاه وانت مطمن؟ اركب معاه فعلا؟ اركب معاه ما تقلقش. بص يا ابله صلي على النبي، ايه نصيب في حاجه بشوفها؟ ماشي راكب مع واحد معوق، راكب مع واحد سليم، ليه نصيب في حاجه بيشوفها في اي وقت وفي اي ساعه في اي دقيقه؟ هو ده يعني ونعم بالله وكل حاجه، بس ده مش ما يعني ده مش منطق. يعني هو منطق اللي من ناحيه اللي انا مثلا واحد عاجز انا ما اركبش معاه ازاي؟ ابوه ما هو طالع ياكل، طالع يجيب اكله، فانت انا اسده ليه؟ اقفله ليه؟ ايوه انت حقك ان انت تكسبه يعني او هو اولى تبقى سبب في رزقه. بص انت بتشوف ان هو اولى. هو اولى. بص حضرتك صلي على النبي، احنا جايين البرنامج مش جايين مثلا عشان انا لوحدي، لا احنا في ناس معوقين كتير تعبانه، مش انا لوحدي. يمكن انا بعرف اجيب 20 30 جنيه اصرف على بيتي. بس ده مش وضع خطر اثناء القياده؟ ازاي وانت بتسوق يعني وانت بتسوق في الميكروباص ما انتش حاسس بالخطر؟ يعني لا مش ارواح الناس اللي معاك؟ ما انا ارواح الناس. لاش انت نفسك على ارواح الناس. ارواح الناس اللي معايا، ما انا قلت ساعتها قلت لك عامل حسابها، ومش كل الاوقات اللي بركب فيها الميكروباص. ليه؟ طب انا حاسس ان رجليا تعباني، الجهاز هنا ساعات مطرح للجهاز بيتعبني، بطول ما انا تعبان بالنسبه للجهاز ما بشتغلش، بشوف مثلا ورديه توك توك اشتغل عليها بتاع اي حاجه بقى بجيب منها جنيه. يعني اليوم اللي بلاقي نفسي كويس وانت سليم ميكروباص وانت تعبان توك توك. ما انا الحاجه الوحيده اللي ببص الحاجه دي اليمين بالنسبه للفرامل. في ناس كتير كده بتشوفهم زيك عندهم اعاقه وبيسوقوا. سعادتك انا شفت واحد بايد واحده بيسوق، بايد واحده وشغال على عربيه ملاكي، شغال على عربيه ملاكي، زف واحد في فرح انا رحت جبته، دخلت الموقف، موقف عربيات ملاكي بتتاجر، قلت عاوز عربيه، ما لقيت الراجل ده من ضمن السواقين اللي قاعده، فاخترت هو عشان تكسبه. اداني زفه ما ادانيش واحد سليم فعلا، اداني زفه عريس ما ادانيش واحد سليم. بقى هي نسبه الاعاقه اللي عند اي انسان ما بتبقاش اعاقه، لا ده بقى دماغه اللي اعاقه. يعني المثل او الحكمه اللي بتقول كل ذي عاهه جبار، دي حقيقه؟ ايوه. يعني ربنا بيدي، ربنا بص تعويض. بياخد من هنا بيديني هنا، خد من رجليا بيديني في صدري، بيديني في جسمي، بيديني بس مهنه السواقه بالذات توافق عضلي وذهني، فاذا كان انا عندي مشكله في حاجه من دول في العضلي. لا ما هو عندك مشكله، ما هو لسه بقول لساعتك قلت لك الميكروباص حاليا مش اساسي معايا. ليه؟
عشان ساعات رجليا بتبقى تعباني. ايوه بس ما اقدرش اعمل كده كتير. بس لما بتبقاش تعبانه بتسوق. لا بقدر اتحكم فيها. ببقى انا متحكم في العربيه مش العربيه متحكمه فيا. مفيش حد قال لك ان كده مش قانوني او اللي انتوا بتعملوه ده يعني فهلاوه او؟ والله في برضه في ناس ما بتقدرش ما بتقدرش تحرجنا او ما بتقدرش تضغط علينا. بالنسبه برضه عارفين اللي احنا ممكن اقل حاجه بس عمال نفسينا مهما كان. بصي يعني مهما كانت الانسان فينا المعوق في ناس عندها كرامه. كرامتنا فوق كل شيء. اكيد احنا مش بنتكلم على الكرامه. ما انا بكلمك على حاجه بقول لك يعني كرامتنا يعني في وقت مثلا ممكن عايز تقول لي كلمه بالنسبه لرجليا. انت وسيد واي حد من حقه فرصه عمل ولكن فرصه عمل تبقى ملائمه يعني وتبقى بشكل طبيعي وبشكل قانوني ما تبقاش حاجه اللي هو خارج السياق ده. ما انا قلت لك انا بقول لك انا. طب انت مش حاسس ان انت عامل حاجه غلط في ايه؟ في السواقه. انا مش حاسس ان انا عامل حاجه غلط. ولا انت عامل سيد. طب بعدك انا ليا تعليق صغير بس. معلش. اولا انا سمعت ان التكاتك دي الدوله منزلاها للجماعه اللي ذوي احتياجات خاصه. بدايتها كده او اصلها كده. ما انا سمعت الله اعلم. ده حقيقي. ماشي. يعني انا دلوقتي سواق توك توك. تمام؟ احسن ما اركب له مخزن العيل عنده 18 سنين ولا 6 سنين يجري بيه يخبط واحده زيك او يخبط عيل او يخبط مش عارف. على كل حال احنا عملنا حلقه قبل كده عن جمهوريه التوك توك وفيها مشاكل كتير. انت شايف ان انت اعقل من الولد الصغير اللي بيسوق توك توك. ليه؟ بما ان العربيه دي اصلا جت مصر اصلا لاصحاب الاحتياجات الخاصه. حلو. فانت شايف ان انت اولى بيها فانت ما بتعملش غلط. ماشي. انا اولى بيها برضه مش لاقيها. انا بسوق. انا اولى بيها ومش لاقيها. مش لاقيها. شغال عند الناس النهارده. انت عارف انا باخد 50 60 جنيه ايجار. هعمل لبيتي كام؟ انا النص ورديه يعني من الساعه 3 مثلا لغايه الساعه 10 بالليل. يعني انت انا شغال. لا ما بقدرش ادينا. ايوه بنشتغل. مش بتاعك انت. لا مش بتاعي. بقى انا هنا بعمل لي 43 جنيه. 43 جنيه النهارده انهي بيت بيصرف 43 جنيه؟ انهي بيت بيصرف 43 جنيه؟ انا واخد اوضه ايجار مش عارف اخد شقه. ليه شقه 450 جنيه وانا راجل تعبان يعني يوم شغال وثلاثه لا بغصب عني واخد اوضه على قدي. هل لو انا خدت شقه وفي دخل داخل مش هاخد شقه؟ انت ما اتجوزتش؟ لا متجوز وعيالي ربنا يسهل. امك في حاجه جايه في السكه. عندك كام؟ لسه اول حاجه. اول طفل؟ اول طفل ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يكون احنا في بدايه سنه جديده كده يكون بشره خير الله. ان شاء الله بامر الله. مراتك كان عندها اي مشكله بالنسبه لك؟ لا 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 ما كانش في اي مشاكل. انت اتجوزت بعد الحادثه ولا قبل؟ لا بعد الحادثه. لسه متجوز العام اللي فات في شهر 6. طيب مبروك. الله يبارك فيك. مش متاخره قوي يعني بس ماشي قريب اهو. تبقى دائما تفضل عريس لحد ما تخلف زي ما بيقولوا يا رب. انت عم سيد عندك ولاد ايه؟ لا الحمد لله انا عندي كده خمسه. خمسه؟ طبعا. لا بقى احنا الصعيده كده خمسه وخميسه بس خمسه. خمسه يا عم سيد. امر الله سبحانه وتعالى. امر الله. هنعمل ايه طيب؟ ونعم بالله. ولكن 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 جميع دراسات علم النفس والاجتماع بتأكد ان في خلل ما اصاب الشخصية المصرية في الـ30 سنة اللي فاتوا وان الخلل ده هو اللي خلى الاستهتار بارواح البشر والدوس على القانون والنظام سمة اساسية في الحياة. طب ايه طبيعة الخلل وازاي نعالجه؟ لسه بعد الفاصل عندنا استفهامات وتفاصيل. مكملين بعد شوية. بنجد تحية لكل مشاهدينا ولضيوفنا معانا النهاردة وحديث متواصل عن خلطة الفهلوة والشطارة اللي أحيانا بتؤدي في مصيبة على الطريقة المصرية. والسؤال اللي دايما بنطرحه على نفسنا ليه المصري بيلتزم بالقانون في الخارج لكن في مصر بيجد متعة في الخروج عليه؟ هل احنا شعب كاره للنظام؟ طب ليه بنلتزم بيه في مجتمعات أخرى؟ المشكلة فين؟ وانضم لنا دكتور رفعت عبد الباسط الأنصاري أستاذ علم الاجتماع في جامعة حلوان. أهلا يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ. سيد محمود هم بيسوقوا وعندهم مشكلة في الرجلين وهم شايفين إن هم ما عندهمش حاجة غلط ومن حقهم كده وأنا شخصيا متعاطفة جدا معهم لأنهم مش لاقيين البديل فبيتحايلوا عليه. سيد مخلف خمسة
خمسة وخمسة ومش بحسدك. الله يخليك يا دكتور. وأنا يعني مستغربة وحتى قعدت اتناقشت معاه فقال لي فكرة إن كله برزقه ونعمة بالله وكل حاجة، ولكن يعني الحقيقة فكرة صعبة. فكرة محمود بيقول لي الأعمار بيد الله، وإن هو المهم إن يعني يتعشى ورزق الصبح ده بتاع ربنا. قد كده ممكن تبقى فلسفة مريحة جدا للناس عشان يتكيفوا ويعرفوا ويعيشوا كده، لكن حضرتك تقراها ازاي يعني؟ بص يا شيخ، يعني الحقيقة أنا هتكلم في نقطتين، أو هبدأ حديثي بأنت ساتر بدأتي ليه المصري بره بيلتزم بالقانون وبيكون أكثر إنتاجا. هنا ممكن نعتبره عيبة. يعني ليه بيلتزم بره بالقانون وبيكون أكثر التزاما وبيحقق أغراضه وفعلا بنرده تماما؟ يعني السواق اللي هنا في موسم الحج بتاع سيادة التعريف السعودية بتيجي تاخد كمية كبيرة جدا من السواقين المصريين عشان يشتغلوا في السعودية. السواق اللي هنا اللي بيمشي ويخالف الإشارة ويطلع يمين ويمشي شمال ويمشي في الطريق المعاكس، هناك لازم يمشي صح على السيف، لان اولا حاجه الاثنين هيترحل على طول لان ده بيتبع مع كافه الجنسيات. اذا هنا في نقطه بقى برضو عاوز اتكلم على المصري قبل ما اتكلم على حكايه سيد ومحمود وايه الواجب اللي يتم ليهم، يعني عشان يشعر فعلا انه كمواطن على الاقل ان الدوله دي بتوفر لي الحد الادنى للحياه الكريمه يقدر يساعدني في حياتي كمواطن انا مسؤول عنه. على اساس هذه العلاقه انا لا ذنب ليها، كل انسان بتتواجد له ظروف تولي هذه الامور. الجانب الاولاني برضه عشان نوضحها واحنا بنتكلم على الشخصيه المصريه، ازاي الشخصيه المصريه بنشوف فيها الجانب الفهلاوي وجانب الاعتماد على الفبركه وكل هذه الامور وازاي خالف القانون. بس نقطه تانية مهمه قوي، لما يرد القانون ويرد الالتزام ويرد الجديه بيحقق نتائج في منتهى القوه وفي منتهى العظمه. يعني العيب مش فيه، لا العيب في النظام، العيب في النظام، العيب في الجماعه، العيب في المجتمع اللي هو مولود حوالين منه. وحد ساتك مثالين، الساتر زمان كان مدينة قدام المتحف الكبير كانت التحرير ده محطة عامة، محطة اتوبيسات عامة، تروح هناك تلاقي المصريين بيهجموا على الاتوبيس دون أن يراعي أن واحد ذي إعاقة، دون أن يراعي أن ست كبير. كبيرة دون أن يراعي أن إنسانة حامل، بيهجموا على بعض هجوم رهيب، تحس أن هذا فعلا شعب همجي. على بعد 500 متر نص كيلو جامع عمر مكرم كان الميكروباصات اللي بتودي المعادي وحلوان، هو المواطن ملتزم. ده نفسه اللي لابس الجلابيه واللي لابس البدله والمحامي والموظف والطالب واقف في صف لان عارف ان الميكروباص بياخد 14، هو ده مصري وهو هو اللي واقف هنا. هديكي برضو نقطه تانية، لان الشخصيه المصريه دي شخصيه عظيمه جدا، شخصيه ذات حضاره لها 7000 سنه، بس لما بتلاقي المجتمع اللي حوالين منها واحنا يا عم خليها على الله يا سيدي هيصها سيبك لا مش عارف ايه بتحصل هذه الامور. في 67 خدنا الموقف السياسي بدون تدارس وقفلنا المضيق وجندنا، جبنا الناس من الرديف من الاحتياطي بالجلاليب وبتاعه وبعتناهم على الجبهه. ايه اللي حصل؟ حصلت هزيمه منكره جدا في 5 يونيو 67. انا بعتبر هذه الهزيمه خمس ايام، من 5 يونيو 67 الى 10 يونيو 67. 11 يونيو 67 بدأ إنسان المصري الجديد يظهر، الالتزام جدا في قادة عسكريين، فريق محمد فوزي، فريق عبد المنعم رياض، إعادة بناء المواطن والجندي المصري. في عام 67 كنا احنا في الجامعة خلاص، دفعتنا دي دفعة خرج، كل اللي تم تجنيدهم مؤهلات عليا، مفيش لا مؤهلات متوسطة ولا الأميين، وبدأنا في التزام وضبط وربط، بدأنا نخش معارك في رأس العش في نوفمبر 67، أدى إن إحنا وصلنا في 73 حققنا نصر عسكري بتتكلم عنه المؤسسات العسكرية، هو ده الجند المصري، هو ده الجند المصري. يبقى هنا النقطة إن إحنا عشان نمشي يبقى لابد إن إحنا في الإنسان ده كائن اجتماعي يا أستاذ سهير، بيعيش في جماعات، بدءا من جماعة البيت لجماعة العمل لجماعة النادي لجماعة القهوة لجماعة الأصدقاء. كويس، كل ما تلاقي الجماعة في قواعد في أسس بنتبعها بتعلمنا بنمشي مظبوط،
لا في فوضى، لقينا على اسس وعلى قواعد نمشي تمام. في منتهى الفوضى. طب منطق خليها على الله وما سيبنا الا نصيبنا وكل الحاجات دي، ايمان عميق ولا استخفاف بالقانون ولا الاثنين مع بعض، افسرها بايه؟ افسرها بس يعني ممكن ايمان عميق مع عدم وعي وعدم ما هي الاميه. عدم وعي مش القدرية دي، لا انت انا ممكن جدا، انا مؤمن بالقدرية ومؤمن بان ربنا لما بيكتب لي شيء هو اللي صالحي، حتى بيقول لي يعني عسى ان تقرأوا شيئا وهو خير لكم. اما هنا في نقطة، انا اللي للأسف الانسان ده عشان يمر سلوكيات الدنيا بسلوكها دي، في مريت بعدة حاجات لها اثرت فيا. يعني احنا بنسميها في الاجتماع مؤسسات التنشئة او مؤسسات التطبيع الاجتماعي. من ساعة الإنسان متولد بيقول لك من المهد للحد، البيت اللي أنا اتولدت فيه أمي وأبويا كلهم لهم دور كبير أوي 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 في السلوك اللي بسلوكه دلوقتي. أيضا المدرسة، من المدرسة الابتدائية اللي أنا دخلتها في أولى وعمري 5-6 سنين لغاية الجامعة، كل مؤسسة من هذه المؤسسات بتديني قواعد. هل لما كنا طالب في مدرسة بيعلموني فيها الأدب، يعلموني فيها التعليم، يعلموني فيها الرياضه، ومدرسه تانية معلمات يروح مثلا بياخد الخضار بتاعها وتفضيه في الفصل. وهو ده طالب وده طالب وده تلميذ وده تلميذ. هنا اتعلم الجديه، هنا اتعلم المسؤوليه. بس انا بتهيالي انا حاجة على الموضوع سيد ومحمود، لو كنت لقيت فرصه عمل تانية ما كنتوش لجأتوا للفرصه دي او للطريقه دي؟ مظبوط. احنا لو لقينا فرصه اللي احنا مستريحين في عملنا احنا ما كناش جينا، هنيجي نعمل ايه؟ ما انا مستريح في عملي ودخلي حلو ومقضي بيتي. لا لو انت إيه؟ لقيت فرصه اصلا ما كنتش هتشتغل سواق في وضعك ده. مظبوط. لو انت لقيت فرصه عمل تانية، لو لقيت فرصه وظيفه هقول دي احسن من دي، على الاقل يبقى ليا تامين، يبقى ليا معاش، يبقى ليا ده، يبقى ليا ده. لكن انا دلوقتي شغال غصب عني. طب ولو ورشه او اي حاجه؟ سيبك من الميري. بص صلي بينا على النبي، الورشه حاليا ما تنفعنيش. ليه ما تنفعنيش؟ انا راجل تعبان، احمل على صاحب الورشه ولا احمل على الصنايعي اللي معايا؟ يعني الميكروباص اللي ينفعك الورشه ما تنفعكش. صلي بينا على النبي، انا سيبنا من الميكروباص ماشي. انا لو لقيت كشك دلوقتي وخدته مثلا قعدت فيه، هل مش الكشك ده يبقى لاممني حاجه ممنون فيها؟ يعني انت عايز كشك ولا وظيفه، اي حاجه اكل منها عيش الا يزعلني. طب وانت يا سيد؟ لا انا في مشكله بقى. انا من ساعه ما قلت لك انا لما واقف سياده الوزراء الجنزوري التعيينات، هو واقف التعيينات ماشي، هو بقيت ايه اشتغل في البوسطه بقى كاتب. جاتني وظيفه لما واحد يبني حاجه قال لي ده في شركه اركان عايزين ايه، عايزين ناس. رحت قدمت، استقبلوا الاوراق وكل حاجه، مكتب العمل واداني اجباري. كنت عايز تشتغل ايه؟ المهم كنت اشتغل اي حاجه، المهم في دخل يساعدني اصرف على البيت ماشي. يعني عمل اداري ولا ايه ولا صنعه ولا ايه؟ مش انا قلت مش مشكله حتى اشتغل في الامن، قاعد على الامن بره قاعد مش مشكله. المهم قدمت ورقي الخاصه بالتعيين وطلبت فيش جناه وكعب عمل واستلمت التعيين. الكلام ده من 2007. بس انت شايف ان مهنه ان انت تشتغل في الامن دي مناسبه لحالتك يا فندم؟ انا قلت في الامن بره قاعد ايه زي اللي قاعدين بره دول يعني. ماشي بس برضو يعني لا مش امن امسك سلاح واقعد احبس. لا لازم تمسك سلاح بس انت امن برضو لازم اللي هو يكون. ساعتك انت شايفه ايه اللي يناسبنا احنا في شغلنا بالنسبه لواحد تعبان؟ ما قصدك بصي الواحد فينا بيبص على الحاجه اللي هتناسبه هو. انا ممكن واحد من الناس تقولي اشتغل دلوقتي اي حاجه اقول لك ما اقدرش اشتغل اي حاجه. ليه اشتغل النهارده ما اقدرش اشتغل بكره؟ لو حملت على رجليا دي الجهاز بيعورني، اصبح اقعد اسبوع في البيت. انا عاوز حاجه في اي وقت اقدر اقعد، في اي وقت اقدر اقدر اقوم. طب حق مش الناس. عاوز حاجه ان انا افضل قاعد على طول هتعب. حق سيد ومحمود واللي زيهم عند مين؟ اقول لساتك حاجه استاذ سيد. اولا حاله سيد ومحمود دي اولا متكرره عندنا كتير وموجوده، يعني امثالهم الافات. بس الحقيقه احنا قعدنا فتره كبيره جدا، يعني يمكن فعلا من بعد من سنه 70، من بعد 70 كده في قانون 5% لاصحاب الفئات الخاصه انك لابد اولا تاهليهم تاهيل حرفي او تاهيل كتابي او تاهيل ممكن جدا لعمليات القياده. طوال هذه الفتره للاسف الشديد كان هذا القانون ما بيتمش تنفيذه. كنا بنجد هذه الفئات للأسف
ده كويسين انهم بيلدقوا باساليب يعني غير شرعيه وبيحاولوا يبدع عمل ويحصل على شيء. لا وجدنا ان اسال اخرين منهم بيلجأوا الى التسول بيلجأوا الى طرق ده يعني بعيده عن الناحيه القانونيه والناحيه الاجتماعيه كتير. بس من هنا في نقطه مهمه قوي، يعني احنا الحمد لله دلوقتي يعني من بعد ما باذن الله اكتملنا خارطه الطريق وتم انتخاب رئيس جمهوريه لينا، ان الحقيقه الحكومه ماشيه في الطريق تمام جدا، سوف يحل هذه المشاكل اولا. لكن يبقى في مجلس قومي للمعاقين، والمجلس القومي ده تم اعاده تجديده وبقى تحت اشراف مباشر لرئيس مجلس الوزراء. نمره 2 في المشروعات الجديده اللي قائمه زي مشروع قناه السويس، زي مشروع مليون وحده للشباب بالظبط بفكر النهارده في مدينه تخدم يعني كل يعني مثلا تخدم القاهره الكبرى في منطقه، وكل محافظه دلوقتي بيحاولوا يخدموا يبقى لها ظهير في هذه المدينه تبقى للاقامه والاسكان لهؤلاء الناس. نمره 3 اللي زي سيد وزي محمود يتم تاهيله حسب مهنته الاول اللي انت كنت فيها قبل ما جالك الحادثه ايه كويس، وقدر الامكان يدرك نوع من المهارات يخليك ما تلجاش بقى للاشياء اللي انت احيانا انت تضر نفسك وتضر الاخرين اللي حوالين منك. انا غصب عني لا مفيش حاجه. طيب هنا انا عايزه لا يعني لا دكتور. لسه بنقول دكتور انا عايز اخرج من حاله محمود وسيد اللي المجتمع العام اللي زيهم للمجتمع العام، لان هم يعني عندهم اعاقه بيشتغلوا مهنه غير مناسبه لانهم هم ما لقوش كده. لكن في حاله الاصحاء والناس الثانيه اللي هم بيعتمدوا على الفهلوه وعلى الخروج على نص القانون وعلى عدم الالتزام، دول ايه حاجي لحضرتك؟ وبس نكمل ان الباحثون في الشخصيه المصريه بيشوفوا ان الفهلوه هي مفتاح الشخصيه المصريه، والبعض ومنهم المستشرق الفرنسي جون باركن راوا ان الفهلوه هي السلوك المميز للشخصيه المصريه، والغريب ان قال ان السلوك ده مكن مصر من الا تضيع ابدا لكنه جعلها تخسر كثيرا. فما الذي خسرته مصر بسبب الفهلوة؟ بعد شوية لسه مكملين. بنجد حالكم مشاهدين، ولضيوفنا معنا النهاردة والفهلوي في التوصيف النفسي هو شخصية لديه سمات تعطيه قدرة على الخداع والمناورة، فهو كثيرا ما يبدو خفيف الظل خفيف الحركة، بيغري بالقدرة على تقليص الأمور الصعبة والمعقدة، ويغري بالرغبة في المساعدة في حل المشكلات العويصة. و يعني سمات الفهلوة في الشخصية المصرية من خلال بعض الألفاظ الدارجة على ألسنة الناس، زي إحنا اللي دهنا الهوا دوكو، وإحنا اللي خرمنا التعريفة، وإحنا اللي عملنا النمل يمشي طوابير، وإحنا اللي عملنا من الفسيخ شربات، وإحنا اللي بنفهمها وهي طايرة، وكل الحاجات دي ليه الفهلوة يعني تورثناها للأسف يمكن من السبعينات. هم طبعا من زمان، وأسلوب مميز جدا للشخصية المصرية. اولا انه بياخد الامور في احزانه وافراحه، يعني بياخدها ببساطه. يعني ده حضرتك بتشوف ان ليه جانب ايجابي بالظبط، لان دي مش موجوده عند اي حد تاني. ده الشخصية المصرية من خلال النكته بيبتدي يقدر يحل يعني مواقف سياسيه. النكته حاجه ودي حاجه تانية، برضه ما برضه جزء مش موجود برضه في اي مكان تاني. زي ما بنتكلم على الفهلوه واحنا بتوع الالفاظ، واحنا دايما بنحاول نكسب الناس، ما كثير جدا من المستشرقين والعرب والاخره بييجوا يحبوا هذا الجانب المتوسط من المصري. بس انا عاوز اقول ان المصري له ايجابيات كتير، له ايجابيات كتيره جدا في هذا الجانب. كل واحد الجانب المصري تجد ابن البلد ده بيقعد بمنتهى كرمه ومنتهى فهمه ويقدر يفهم. طبعا تمام. انا لما اشوف عم سيد ومحمود انا ضميري بيحتار، يعني اتعاطف معاهم ولا اشوف ان هم بيعملوا حاجه غلط؟ ويعني انت بتشوف الناس بتعاطف معاكم، ولا بتشوف ان انت لا ان انت بتشتغل مهنه انت غير صالح ليها؟ بصي صلى على النبي، انا لو همشي على كلام الناس وحشه ولا حلوه يبقى انا مش هشتغل، هقعد على الرصيف واقول لله. ما انا راجل معوق، انا دلوقتي بشوف ايه اللي مناسبني؟ ايه اللي مناسبني؟ انا راجل صنايعي استرجي، قبل الحادثه كنت لسه عيل صغير صنايعي استرجي. ماشي؟ لما عملت الحادثه مش هعرف اقف. مش هعرف
اقف، ليه؟ لازم في حاجات عاليه، لازم اقف كده واشتغل. طب ما انت كان ممكن تتحايل برضو على مهنه الاسترج دي زي ما اتحايلت على السواقه كنت اشتغلتها. لا ما تخلف معايا كتير. ليه بقى؟ صلى على النبي. انا لما جيت عملت الحادثه قعدت، ده انا عاوز حاجه ممكن اتعامل فيها وانا قاعد، ما مش شرط ان انا اقوم، مش شرط ان انا اقوم، انا عاوز حاجه على حسب حركتي. الجهاز معايا ساعات ممكن ما يخلينيش البسه في البيت، من البيت ما اطلعش بيه بقى. انا هنا لما اكون مثلا راكب ركوبه يبقى الركوبه دي هتطلع من عتبه الباب على الركوبه على طول. طب ما انت ممكن تقعد على كرسي وتشتغل استرجي برضه، ما تقفش. لا المهنه بتاعتي ما ينفعش، المهنه بتاعتي ما ينفعش. طب السواقه بتكسب اكتر ولا الاسترجي؟ لا هو الاسترجي، الاسترجي بيكسب. الاسترجي أكتر. الاسترجي دي صنعه الدهب. حاجه الحقيقه يا دكتور، انت بتشوف الناس بتتعاطف معاك ولا بتشوف ان انت بتعمل حاجه مش؟ والله نقطة العطف ما بحبهاش، هي دي اللي مزعلانة. خلي بالك احنا جايين نسوي نقطة العطف. الناس بتتعاطف معاك ولا ما بتتعاطفش؟ لا عشان ما بتتعاطف معانا. انا حتى لو اتعاطفوا معايا واحس ان انت بتتعاطفي معايا ما بحبش اتعامل معاكي تاني. ليه؟ عشان انت بتتعاطفي معاه عشان هو عاجز. ايوه ما هو بتتعاطف معاك لانه ممكن يبقى شايف ان انت بتعمل عمل مخالف. يا ابله انت بتتعاطفي معاه عشان هو عاجز. انا لو هو سليم بتتعاطفي معاه؟ سؤال صغير، هو لو سليم لما ممكن ما تعطفش معاك؟ خلي بالك لان انت بتسوق وانت عندك مشكله. مشكلتي ايه؟ عندك مشكله. ايه هي مشكلتي؟ مشكلتك في رجلك وانت بتسوق. مالها رجلي؟ رجلي ده في كفه وشغلي ده في كفه. على فكره يا استاذه المعاق وليس المعاق معاق رجلين، المعاق معاق ذهنيا. مخ مؤكد انا. بس انا بتكلم في مهن، ده المبدا او ده الفكره او أيوة. دي يعني الاطار العنوان الرئيسي. لكن لما انا يبقى عندي مشكله في رجلي وانا بشتغل مهنه معتمده على رجلي يبقى ايه دكتور؟ بص يا محمود ولحد السيد، اتفضل يا دكتور. الواحد ما ينفع، انا ما دام عايش في مجتمع وعايش في دوله يبقى في نظام بيحكمنا طبعا. اما لما كل واحد يبتدي يحل مشكلته بمزاجه يبقى انا عايش في غابه، عايش في فوضى. ماشي انا معاك. يبقى اهم حاجه ان احنا عايشين في مجتمع ولينا دوله ولينا نظام. انا ليا حقوق كويس، انا راجل استرجي كنت شغال حرفي كويس، وجات لي حادثه اثرت في رجلي في خدمي ويركبوا لي جهاز بمشي بيه. من واجب بقى هنا الدوله انك تعلمني تاني، تعلم افهمني بس معارف. تعلمني حرفه تانية. بلاش ان انا يعني برضو الاسترجي وتجيب لي حاجات تانية، البراويز يعني اشياء، وانا قاعد في مكاني هقوم بمهنتي وهادي خدمه وهاخد مرتب زي بالظبط ما كنت بقوم بيه. ما اجيش اقول يا سيد ان انا لا. طب وانا اعمل ايه؟ انا اسرق؟ انا اعمل لازم لا. بقول لك لازم اطالب، نقطه مهمه جدا، النظام. مين الدوله؟ ما انا بقول لك انهي دوله؟ انت دلوقتي عشان تسوق انهي دوله؟ طب انت مطالبك ايه؟ هي الدوله دي تديتني انا بقى. انا حسيت من 2005 سيد محمود. انت عملت ايه؟ انت عملت قدمت على شقه ما فيش حد عبرني، قدمت على معاش ما حدش عبرني، قدمت على مستقل ما حدش عبرني لغايه ما. طب انت دلوقتي محمود بص بقى يا دكتور، انت دلوقتي المفروض دلوقتي الميكروباص ده مش هيبقى فيه هنا رخصتين، رخصه للعربيه ورخصه ليك؟ معايا رخصه ليا. معاك رخصه؟ بقى خدتها امتى؟ ايه خدتها؟ بعد الحادثه. ها؟ بعد الحادثه. وكشف عليك؟ ده سؤال. انا عليا ومعايا رخصتي وطالعه من قلب المرور وسليمه وامشي بقى. معايا رخصه سياره مجهزه. عشان رخصه سياره مجهزه. بس هو بيصير ميكروباص. بس في ايه؟ ايه اللي في ايه؟ احنا عاوزين نحل. ما انا معيش حاجه اشتغل بيها. يعني يا سيد احنا قلت هنا في مشاهدين بيشاهدونا، هذه المشكله مشكلتك ومشكله اللي زيك محمود. لازم تتحل. بقول لك ان انت من واجب الدوله عليك انها تحلك. ايه الواجب؟ ما تقولش انا عملت ايه. نمشي. دكتور انا هستسمحك، قول لي انت محتاج ايه يعني. قول كده. انا محتاج حاجتين اتنين، مش عاوز حاجه تانيه من الدول. عاوز حته شقه اقعد فيها انا وعيالي، وعاوز حته وظيفه. مش عاوز اي حاجه. انت تبع انهي محافظه؟ انا تبع البساتين. البساتين يعني القاهره الكبرى، وفي نسبه للمعوقين في القانون. المفروض ان هو يعني بتكلم بقى الحاجه اللي الاستاذ بيقول لي ايه، بيقول لي انت ليك حقوق وتستمر سواق. يعني لو ده اتحقق لك هتستمر سواق ولا هتعمل ايه؟ لا هنسى السواقه وهنسى كل ده. انا راجل موظف، راجل اخر الشهر، عارف نفسي ان انا في قرشين جايين لعيالي. عيالي هيمشوا نفسهم عليهم خلاص. طيب انا كده اكون تبس عليهم. اللي انت محتاج لو ده ما حصلش هتكمل سواق ولا هتدور على شغل؟ هفضل سواق. هعمل ايه؟ سواق. سيد قول لي انت محتاج ايه. انا محتاج من الله سبحانه وتعالى الستر الاول،
كلنا بنتمنى ونعم بالله ماشي، لا اما اثبت في الوظيفه دي وانا كده كده قدام الحكومه متثبت فيها، بس المرتب بيدوني المرتب الاساسي يا دكتور، وانت فاهم المرتب الاساسي ان هو طالع مفردات المرتب 300 جنيه بس انا بقبض 280 جنيه ماشي، لا اما يشغلوني في الشركه، انا عايز اشتغل اشغل اي حاجه، ان شاء الله لا مؤاخذه في الكلمه عامل زباله، بس اسم الله موظف مفيش مشاكل، اسم الله اخش الاقي فلوس، بس عايز مرتب يكفيني انا وعيالي، انا ساكن بايجار 500 جنيه في الشهر، انا بجيب المرتب من هنا بكمل عليهم بحط الايجار، صاحب البيت كل واحد في الشهر بيطالبني على الايجار. وبتعمل بتعمل ايه في الخمس ولاد؟ دارس ام على الله، ما انا قلت لك انا شغال لمؤاخذه جايب طلبات. يكفيك احتياجاتك كام في الشهر يا عم سعيد؟ ما بحسبهاش. ايوه انت يعني لو انت بص حوالي ما حدش بيحددها على السكن، انا بص يا استاذ انا عيل يتعب عيل يجرى له حاجه، انا ماشي بيتي انا ماشي بيتي على النظام. حددها ازاي؟ جايب 20 جنيه على كد البيت، جايب 50 جنيه على كد البيت. انت عايز مرتب كام من الوظيفه؟ عايز تاخد كام عشان تبقى المرتب زي اي فرد اي فرد عامل في الشركه كام؟ او وظيفه حكوميه كام؟ يعني الوظيفه الحكوميه دي متفاوته. طيب ماشي، ما انا بقول كام انت احتياجك ممكن. ما انا ما افرضش رايي ليه؟ عشان هم شركه خاصه. طب دي شركه خاصه يا دكتور مش شركه عامه. انت موظف وهتاخد 300 جنيه وتسيب التوك توك. طب التوك توك 300 جنيه يا استاذ هيعمل ايه؟ طيب ما هو ده عشان كده بسالك انت محتاج كام؟ طب ما انا كده كده باخد ايه؟ 280 جنيه. يعني انا في الشركه، يعني انت بتقبض في الشركه 280 وبتكمل بشغلانه التوك توك. اه بكمل بشغلانه التوك توك. لو ادوك 1000 جنيه هتبطل توك توك؟ هبطله فعلا. هبطله. طب مطلب بسيط يا عم سيد، يعني دكتور طبعا الحقيقه يعني مشكله السيد ان بيقول لك هو شغال في شركه المفروض انه يتم تثبيته، وده برضو ده حق اللي المفروض فعلا ان اولا الجا انا بقى له دلوقتي. سمعنا احنا بنقول ان في مجلس قومي للمعوقين. اه يا فندم، وانا بناء على الشهاده اللي معاك وبناء على الرخصه المجهزه برضو اللي معاك وتروح هناك يا دكتور. بعد اذن سعادتك معلش، انا والعوز بالله من كلمه، انا ساعه ما خلصت تعييني من محافظه سوهاج وجيت هنا ماشي، دخلت على الباب الوزير ذات نفسه مع الاسف اللفظ محدش عبرني، طلع لي سكرتير وزير معلش يا ابني مش عارف ايه والكلام ايه اللي يحبه قلبك. لا واحنا نتمنى بما ان احنا في سنه جديده ودوله جديده باذن الله. باذن الله ليكوا، لان انتوا ذوي احتياجات خاصه وانتوا اولى وليكوا حق منصوص عليه في الدستور وليكوا حق قانوني، فده من حقكم. بشكرك يا دكتور وبشكركم، وبتمنى ان شاء الله يا رب يكون في استجابه وتعويض ليكم، ومن حق كل انسان العيش بكرامه ومن حقه فرصه عمل من عرق جبين، ولكن من خلال الالتزام بالقانون واحترام حق الاخر ايضا في العيش بامان واطمئنان. شعار خليها على الله، محتاجين نبطل نستخدمه في كل حاجه، ربنا عرفوه بالعقل، واكيد ما يصيبك غير نصيبك، لكن ده مش معناه ان احنا نلقي بانفسنا الى التهلكه، وممكن نعرض حياتنا وحياه غيرنا للخطر. وفي النهايه النظام النظام ثم النظام ثم النظام، والالتزام ثم الالتزام ثم الالتزام، ويا رب دايما وابدا القانون فوق الجميع. بشكركم وبتمنى لكم يا رب فرصة حياة كريمة إن شاء الله. أشوفكم الحلقة الجاية، شكرا، إلى اللقاء.